بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير سادة المشاهدين. هذه طبعة جديدة من خطوط عريضة، أهم القضايا والموضوعات التي جاءت بها صحف الخرطوم الصادرة صباح الثلاثاء. التحية عبركم للكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ صلاح عمر الشيخ. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح. أهلا بك أستاذ عادل وأهلا بالمشاهدين. مرحبا بك، ونبدأ كالمعتاد بقراءة أبرز المنشطات والعناوين، ونبدأ من صحيفة الرأي العام. البشير: الحرب على الفساد لن تتوقف وسنطبق قانون من أين لك هذا بصرامة. الرئيس: ليس هناك ندرة نقد أجنبي، إنما مضاربات جشعة من حفنة تجار. ومن الرأي العام نقرأ في صحيفة الصحافة: في خطاب صريح أمام الهيئة التشريعية، البشير: شبكات فساد مترابطة تستهدف الاقتصاد. إطلاق مبادرة حول الدستور ولا مجال للجمع بين العمل العسكري والسياسي. إصلاح تنظيمي للجهاز المصرفي وآخر بتار. وصول 160 ألف طن جازولين و120 ألف طن بنزين للبلاد. ومن صحيفة الصحافة ننتقل ونقرأ في الوفاق: البشير: يكشف عن شبكات لتخريب الاقتصاد وسرق أموال الشعب. ويعلن الحرب على الفساد بتطبيق قانون من أين لك هذا. الرئيس: إجراءات هيكلية للمركزي، بعضها تنظيمي وبعضها بطار. ومن الوفاق إلى الأهرام اليوم: الرئيس يتعهد باسترداد أموال الشعب المنهوبة وتطبيق قانون الثراء الحرام. علي الحاج للأهرام اليوم: الإطاحة بي ليست قضية. ومن الأهرام اليوم إلى أخبار اليوم نقرأ فيها: تعهد البشير باسترداد أموال الشعب المنهوبة وتطبيق قانون من أين لك هذا. وزير الدولة بالنفط: أزمة نقل ونقد وراء شح المواد البترولية. الإعلان عن وصول 160 ألف طن جازولين و120 ألف طن بنزين للبلاد. ومجهول يقتل أسرة كاملة ذبحا وخنقا ويحرق جثامينها داخل منزل بالجزيرة. ومن أخبار اليوم إلى الأخبار: أعلن الحرب على الفساد، البشير: لن يفلت أحد من العقاب. جريمة بشعة: ذبح وحرق أسرة كاملة بالمسلمية. آدم الفكي: موظفون تاريخ تعيينهم يسبق ميلادهم. ومن صحيفة الأخبار ننتقل إلى المجهر السياسي: البشير: الحرب ضد الفساد في بداياتها ولن يفلت أحد من العقاب. مجهول يقتل أسرة كاملة ويحرق جثثها بالغاز بالجزيرة. ننتقل من المجهر السياسي ونختم بصحيفة مصادر: دكتور نافع: سأدعم ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة. يمكن حوار مطول مع دكتور نافع علي نافع في صفحات الداخلية لصحيفة مصادر. مرحبا بك مرة ثانية أستاذ صلاح. وبالأمس يمكن من خلال الدورة السابعة لانعقاد الهيئة التشريعية القومية، تلا السيد الرئيس أداء الحكومة للعام 2017، عدة محاور، لكن كان الخطاب يمكن يحمل الصرامة والحدة في أمر الأمن والاقتصاد. نبدأ بأمر الأمن ونقرأ هذا المحور وجزئية من خطاب الرئيس بالأمس. الرئيس: لن نسمح بالجمع بين العمل العسكري والسياسي تحت أي مسمى. أعلن الرئيس عمر البشير عن إجراء إصلاحات هيكلية، بعضها تنظيمي والبعض الآخر بتار، ببنك السودان المركزي، وتوعد بعدم إفلات أحد من العقاب، قائلا أنها حرب على الفساد في كل مكامنه وهي في بداياتها ولن تتوقف إلى أن تتحقق أغراضها وتنتهي المضاربات ويتوقف التهريب ونطبق قانون الثراء الحرام. ومن أين لك هذا بصرامة، للكشف عن المال الحرام والمجبوه وغسيل الأموال، ونلاحق المتلاعبين داخل وخارج البلاد، مؤكدا استمرار عملية مراجعة أوضاع البنوك الخاصة والعامة. وقال البشير أن الحرب على الفساد لن تتوقف حتى تسترد أموال الشعب المنهوبة. وكشف الرئيس في خطابه في مفتتح أعمال الدورة السابعة للبرلمان أمس عن ضبط شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصاد القومي من خلال سرقة أموال الشعب، وقال أن مسؤوليته الدستورية اقتضت تدخله المباشر
لحسم التلاعب عبر العديد من الإجراءات التي قال أنها ستتواصل حتى يسترد الاقتصاد عافيته وتوظف موارد البلاد لتوفير احتياجاتها الضرورية. وأشار البشير إلى أن السلطات توصلت إلى أنه ليس هناك ندرة في النقد الأجنبي، وإنما توجد مضاربة جشعة من حفنة تجار العملة ومهربي الذهب الذين يتحكمون في كل شيء ولهم امتدادات في الجهاز المصرفي تساعدهم في التهرب من توريد حصيلة الصادر، مما أدى إلى تصاعد كلفة المعيشة جراء التصاعد غير المألوف وغير المبرر في سعر صرف العملات الأجنبية. وأطلق الرئيس مبادرته للحوار داعيا قوى وتنظيمات الحوار الوطني للمشاركة فيها، وقال أن المبادرة حول الدستور تعتبر المرحلة الثانية، وأكد أن الدولة لن تسمح بالجمع بين العمل العسكري والعمل السياسي تحت أي مسمى، وقال أن الحكومة لن تتردد في تنفيذ مقتضيات أمن المجتمع والدولة. يمكن هذه الجزئية أستاذ صلاح والتي نبدأ بها محور أول حديث السيد الرئيس عن يمكن التدهور الذي يعني أصاب العملة المحلية مقابل النقد الأجنبي جراء هذه المشاكل المتلاحقة على جسد الاقتصاد السوداني، وتحدث بأن حل هذه الأزمة هم الآن في إطار تنفيذ عدد من الإجراءات منذ بداية الأزمة الاقتصادية، محاصرة المضاربين بالعملة وأيضا تهريب الذهب واحتكار السلع الضرورية. فكيف تقرأ خطاب الرئيس بالأمس وما حواه من صراحة في أمر الأزمة الاقتصادية بالبلاد؟ هو واضح أنه المواضيع كلها مترابطة، وافتكر الخطاب ده أهميته أنه أكد على محاربة الفساد. محاربة الفساد أصلا هي الكلام عنها كان يسبق هذا، يعني حتى قبل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كان في كلام عن الفساد وعن انتشاره وعن يعني الإجراءات اللي بتتم حوله ضعيفة جدا، ما وقفت الفساد اللي بيتداوله الناس في أوساطهم وكذا. لكن منذ أن بدأت هذه الإجراءات الاقتصادية بقى في جدية واضحة جدا في أنه هنالك إجراءات عملية لمحاربة الفساد، بدأت بهذه التحقيقات التي تتم مع رموز عمل اقتصادي أو مدراء بنوك أو غيرهم من رجال أعمال. والقصة كلها مترابطة، إذا كان ارتفاع أسعار الدولار أو نهب الأموال أو كذا، لأنه هي كلها في النهاية بتلقاها أو التهريب كلها في النهاية بتلقاها إنها شبكات مترابطة مع بعضها البعض. إذا كان التهريب أصلا بدأ بالمواد الغذائية، بدأ بالمواد البترولية بتلقاها في الحدود، يعني يمكن هسه يمكن أزمة البترول دي واحدة من مشكلات السودان، إنه إحنا إذا كان بنستورد إحنا جزء من البترول وجزء من بيصفى في المصفاة بتاعتنا، فيه يمكن 50% من المنتج بتاعنا بيتهرب إلى خارج السودان، وده لازم يعمل أزمة. يعني أنت إحنا أكثر من مرة إحنا قلنا والله إحنا في السودان ده ميزانيتنا اللي بنعملها وموادنا الغذائية وموادنا البترولية اللي بنجيبها ما قعدت ما مخصصة إحنا بلدنا، مخصصة إحنا وإحنا والناس اللي جنبنا والدول الجوار اللي جنبنا. فدي مشكلة، المشكلة دي لازم يتم ضبطها. إذا ما تم ضبطها أنت ما بتقدر تعمل لك ميزانية لأكثر من 3 دول يعني أو 4 دول حولك محيطة بك. دمنه اللي بيديروا مجموعة من الناس المفسدين اللي أصلا خلاص بدوا يتعايشوا على هذه الإجراءات اللي بيعملوها في التهريب وفي كده، مرتبطة معها طوالي بقت حكاية الذهب. يعني الحكاية انتقلت من المواد الغذائية طوالي مشت للذهب. الذهب الإنتاج الغزير اللي بيتم ده إذا كان بيتكلموا عن 70 ل 80 طن في العام، في يمكن نصها أو أكثرها بيكون وصل الحديث إلى 200 إلى 108 أيوة. طن يعني أيوة. كلها بتتهرب وكمان يعني المحزن إنها بتتهرب على عينك يا تاجر يا عبر مطار الخرطوم أو عبر وسائل تانية. طيب إذا كان أصلا أنت كل مدخراتك كل منتجاتك بتتهرب، لازم تحصل أزمة اقتصادية ولازم تحصل مشكلات عندك داخلية. المحزن الثاني إنه ده كله بيتم عبر الإجراءات اللي بيتم عبر البنوك. مشكلة الدولار إنه حس الآن التحقيقات اللي بتجري كلها حول عائد الصادر، خلي السوق اللي بيبر السوق الأسود اللي بيبر ده
لكن حتى عائد الصادر اصلا بيجي المفروض يجي للبنوك بيستخدموه استخدامات اخرى. يعني عائد الصادر يا يعني اما هم كانوا ناس ما امينين بعض الجيوب يعني في البنوك ما ضبطوا مساله عائد الصادر مع الناس مع المصدرين وجات راجعه كما مفترض انها تتم. اول بيجي ذاته بيدوه لناس اخرين عشان يمشوا يضاربوا به في العملات. فدي بقت مشكله كبيره جدا في انك انت كيف تسيطر على هذه الشبكه الكبيره جدا في عمليه الفساد في النهب. يعني ممكن اموال بتجي بالملايين ملايين الدولارات تلقاها مشت لصالح اخرين عشان يضاربوا بها وما عندهم سبب معاه يعني. طيب يعني استاذ صلاح يعني تحدث السيد الرئيس عن ان المسؤوليه الدستوريه اللي هو كرئيس جمهوريه اقتضت التدخل، يعني يبرز سؤال منطقي في اين الاجهزه المعنيه، اجهزه الحكومه المعنيه بحمايه اقتصاد البلاد؟ طبعا زمان كان الاجراءات اجراءات روتينيه، يعني لو ما في بلاغ لو ما في زول الاجراءات اللي بتتم ده اجراءات استثنائيه. لانه اذا حتى في شبهه باي جهه ما بنك او حتى رجل اعمال او كده بيتم التحقيق معه مباشره، وده الاجراء الطبيعي المفروض يتم يعني في حاله انك خلاص الازمه لو تصل قمتها. ما في الاول انت بتنتظر انه الاخرين يبلغوا او جهه ما تراقب وتبلغ. لكن اذا ما عندها مستندات ما بتقدر تعمل حاجه. فالاجراء الاستثنائي الان انه اي شبهه الان الناس بيبحثوا عنه وبيبحثوا وراها الى ان تجي، وده افتكر هو ده الاجراء اللي عمله الرئيس في اللجنه الاساسيه شغاله في الاجراءات الاقتصاديه اللي هي اي شبهه بتمشي وراها وتحاول تعرف الى اين هي تنتهي. واحنا ذاتنا ما دارين يؤخذوا الناس بالشبهات، لكن كمان انت لازم تنتهي من اي شبهه يحقق مع الجهه المتهمه ويتم التحقيق معها، وفي النهايه اذا في جريمه خلاص بتثبت، اذا ما في جريمه بيطلق سراحه او يبعد. نعم، برنامج اصلاح كامل. نعم. طيب الجزئيه الثانيه في هذا الحديث للسيد الرئيس انه لن نسمح بالجمع بين العمل العسكري والسياسي تحت اي مسمى، تحدث بان هذا الامر معني بتطبيق القوانين بانفاذ وثيقه الحوار الوطني، عدم السماح للمتفلتين من حاملي السلاح ومروعي المواطنين في ان يعملوا تحت ذراع سياسي، حتى يعني ذهب للحديث عن ان الجامعات التي تشهد يمكن تابعنا في سنوات ماضيات كثير من الصراعات بين السودانيين الشباب السوداني داخل الجامعات تحت مسمى اتجاهات سياسية بالعنف وقتل وغيره، فتحدث بأن حتى الأذرع لهذه الجهات لن يكون لها وجود بإذن الله في سوح وحرم الجامعات السودانية. وطبعا ده شيء طبيعي انه اصلا وده الاجراء الحاسم المفروض يتبع مباشرة. يعني اذا كان اصلا الناس ارتضوا يعني ما خلاص في ناس شايفين انه حكايه انه يحمل السلاح دي هي الحل للدخول للعمل السياسي وهي وسيله ضغط عشان يدخل بال العمل السياسي. لكن انت اصلا طالما انك انت جيت ورضيت بالحوار ورضيت بالسلام ما في اي سبب يخليك انك انت لسه تستمر في انك تستخدم هذا السلاح. الحاجه الثانيه بفتكر انه برضه وده مهم جدا انه كمان ما يكون في تحالفات بين احزاب سياسيه وبين حركات مسلحه. يعني الاثنين ما بيبقوا، يا اما انت تقبل انك انت خلاص ارتضيت طريق العمل المدني والعمل الحزبي المعروف واللي عنده قواعده. ما في دوله محترمه ممكن تقبل انك انت تكون في يعني ماخذ الجانبين، تاخذ جانب انك حامل سلاح او مؤيد الحكومه. نعم. ايوه وتشارك في الحكومه. نعم. او مؤيد لجهه هنا وتجارب يجوا تقول لنا والله انا. نعم. مع السلامه. الاثنين ما بيبقوا. فافتكر انه الاجراء السليم انه فعلا الذي يريد ان يمارس العمل السياسي يجب ان يبتعد عن السلاح وان لا يحمل السلاح باي حال من الاحوال وما يكون في عمل عسكري، وهذا غير مقبول. ما في اصلا دوله محترمه بتقبل هذا الاتجاه. الداير اصلا يحارب الدوله ده بيعتبر متمرد وبيعتبر في نفس الوقت عدو للدوله وليس عدو لحزب معين او غيره. طالما انه ارتضيت تتعامل مع تقدر تشتغل عمل سياسي الابواب مفتوحه لك هنا. بعدين الكلام عن انه ما في حريات انت تعال يعني ما في اخرين جو وجربوا وشافوا انه ممكن اعمل تعال قاتل من جوا، لكن السلاح برا ما بيجيب لك ما بيجيب نتيجه في النهايه. انت حتجي وتعمل اتفاق وحتصل لانه الوسيله الثانيه هي وسيله الحوار. الحوار هو السبيل الوحيد للعمل السياسي الحقيقي اللي ممكن يأمنك ويأمن المواطنين الآخرين. يعني تحدث الرئيس أيضا عن تعزيز الوثيقة الوطنية مع تقديم الدعوة لحاملي السلاح والممانعين في الانخراط، وقدم المبادرة الرئاسية حول
الحوار حول الدستور، خاصة إنه 2020 إن شاء الله انتخابات السودان للرئيس يعني الجمهورية هو تعزيز الروسية الوطنية ضروري جدا، لأنه في ناس بيفتكروا إنه الإجراءات اللي تمت بعد الحوار والموافقة على الوثيقة الوطنية إنه في كثير من الإجراءات ما تمت. طيب التعزيز مهم إنه تراجع هذه الوثيقة بأي حال من الأحوال ويشوف الحاجة اللي ما تمت شنو. وأما حكاية الدستور يجب أن يدار حول حوار واسع جدا، لأنه دي الحاجة الوحيدة اللي إحنا الناس يجب أن نتفق عليها. إحنا لينا أكثر من 50 سنة بندور في دستور مؤقت ودستور ملغي ودستور، لابد أن نصل إلى دستور دائم. في كثير من الهنات والمشاكل يعني. نعم. فبالضروري إنه يكون في حوار حول الدستور ويتفق عليه، أصلا ما في حاجة بيجمع عليها، لكن يتفق أكبر مجموعة من المواطنين ومن الأحزاب ومن الممثلين كل الجهات المجتمع وغيره، إنه يتفق على دستور دائم في النهاية يصبح هو الوثيقة التي تحكم بيننا جميعا كسودانيين. إذا ننتقل من خطاب الرئيس أمس بالهيئة التشريعية لأداء الحكومة للعام 2017 إلى خبر آخر في صحيفة الرأي العام، أزمة الوقود تتفاقم و280 ألف طن جازولين وبنزين تصل بور سودان. وصلت أزمة الوقود ذروتها يوم أمس، حيث خلت أغلب الطلمبات من المحروقات وشهدت بعضها صفوفا امتدت لمسافات طوال، واشتكى عدد من أصحاب المركبات من عدم وجود معالجات عاجلة لأزمة الوقود التي دخلت يومها الرابع. ورصدت جولة الرأي العام استمرار صفوف السيارات أمام محطات الوقود للسيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، كما كان لافتا صفوف الركشات أيضا أمام المحطات. وخلت بعض مواقف المواصلات من مواعين النقل المختلفة، وارتفعت قيمة تعرفة المواصلات وقيمة عربات الأجرة والنقل بأنواعها المختلفة. وعزى أصحاب المركبات ارتفاع قيمة الترحيل لإنعدام الوقود ووقوفهم ساعات طوال لأخذ حصصهم من الوقود. وكشف عضو البرلمان النور الحاج عن تقدمه بمساءلة مستعجلة لوزير النفط حول أزمة الوقود، وقال النور أن الأزمة تهدد حتى الموسم الزراعي. وفي السياق، أعلن الدكتور عبد الرحمن درار وزير الدولة بوزارة المالية خلال اجتماعات ضمت وزراء المالية والنفط والغاز وبنك السودان المؤسسة العامة للنفط وكافة جهات الاختصاص، كشف عن وصول شاحنات بحمولة 160 ألف طن جازولين و120 ألف طن بنزين لميناء بور سودان. أزمة اصطفاف في محطات الوقود في العاصمة الخرطوم بعد أن انتقلت يمكن ولاية الجزيرة، سمعنا عن هذه الأزمة، والآن في الخرطوم يمكن 4 أيام محطات الوقود هنالك أزمة في تزويد المراكب العام والخاصة بالوقود، ويمكن أزمة يترتب على أيضا كثير من الأمور مثل ارتفاع قيمة المواصلات وعربات الأجرة. المواطن يعاني أستاذ صلاح هذا الأمر. والأزمة دي واضح أنها بتتكرر كل سنة، مع دائما مع الكلام عن الصيانة في البصرة. وأنا أفتكر أنه يعني بالرغم من تصريحات وزارة النفط والمصفاة وكلهم تصريحاتهم في اليومين السابقين بيتكلموا عن أنه والله في كميات كبيرة متوفرة وفي بواخر جاية وفي كلام، لكن في النهاية الواقع بيقول أنه في أزمة. تصريحات تطمينية. نعم. المشكلة إنه أنا يعني يمكن ما منزعج كثير على الذي يحدث في الخرطوم. الذي يزعجني في ما يحدث في الولايات. نعم. الولايات المشكلة فيها أكبر، وبالذات في مواقع الإنتاج. يعني إحنا ماشيين على موسم حصاد. والجازولين فيه أزمة كبيرة جدا، أزمته أكبر من أزمة البنزين. إذا ما تحلت المشكلة في اليومين دي حتحصل مشكلة. الضرر ما حيكون ليس في التنقل فقط والنقل العادي، إنه حيكون في المحصول اللي حيتضرر ضرر كبير جدا إذا ما تم حصاده في مواعيده وفي مواقيته. فلذلك بفتكر إنه أنا إدارة الأزمة، أزمة الوقود دائما كل سنة بتتكرر بنفس المشاكل وبنفس واحنا بالرغم انه احنا بنفتكر انه السلوك برضه سلوك المواطن فيه بعض الهلع وفيه بعض بيزيد في الازمه، يعني بيزيد لانه هو دائما الناس خوفهم من الازمه وخلوني ياخذوا كميات اكبر من حاجتهم يعني. لكن كلها سائله من التنك العربيه يعني. بالضبط كده. لكن كمان المشكله بتاعت انك انت اصلا انت اذا في وفره ما بتضطر انك انت تمشي تاخذ لك بنزين زياده. يعني هي المسألة دار لها شوية فهم في إدارة الأزمة. يعني كل سنة نحن بندخل في مسألة الصيانة، هل في بقول لك والله احنا عملنا احتياطات،
في ايام الصيانه عشان ما تحصل تتكرر الازمه دي. كل سنه بنسمع الكلام ده وكل سنه بتحصل نفس الازمه، لكن السنه دي كمان متفاقمه جدا. يعني كانت بتحصل زمان بسيطه كده والناس بيتجاوزوها بسرعه، المره دي ازمه عادت للناس، يعني عادت للاذهان ازمه يمكن في امر المحروقات جاوزت ال 26 سنه استاذ صلاح. الحاضره انت كنت حاضره طبعا. اكيد طبعا، انا اول امس كتبت حاجه بالمعنى دي، نعم، في انه نحن يعني اعاده الاسهان للصفوف، لكن كمان زمان ما كان في انتاج بترول، ده بترول مستورد كله كان مستورد، الان في انتاج محلي. المشكله كانت زمان انه البواخر بتكون واقفه في الميناء، بيكون في مشكلتين، مشكله شح عملات حره ومشكله شح في البترول. فالبواخر تلقاها واقفه في الميناء الى ان يدبروا حالهم يقدر يفرجوا عن هذه. انا افتكر انه برضه في كلام في واحده من الصحف عن انه والله في برضه في ازمه نقد، يعني مدى صحتها. انا اتمنى انه الكلام عن انه الكميه اللي وصلت الان دي حوالي 300,000 طن متنوعه، نعم، وصلت مرصوده انها تفك الازمه دي، بالاضافه للمنتج المحلي، وما تطول حكايه الصفوف ولا تطول المشكله بتاعت الجذورين بالتحديد وتاثر على الانتاج الزراعي بالتحديد. نشاط ايضا السوشيال ميديا في اطلاق الاشاعات وتضخيم الامر ايضا يساهم في مثل هذا الوصول لامر الازمه في ولايه الخرطوم. ان تحدثنا عن الخرطوم، ننتقل استاذ صلاح من صحيفه الراي العام الى صحيفه الصحافه ونقرا فيها: الامم المتحده تبحث ضبط حدود الخرطوم لمنع تهريب البشر. بحثت شرطة ولاية الخرطوم والأمم المتحدة جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر ومكافحة المخدرات عبر المعابر 33 المنتشرة بالولاية، وعرض خلال مباحثات التنسيق بين الجهات الأمنية واستعراض التشريعات القانونية والأحكام للحد من الظاهرة. وتطرق اللقاء بين مدير دائرة المباحث بشرطة ولاية الخرطوم والمستشار الإقليمي لمراقبة الحدود بالأمم المتحدة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إمريك سلامون. تطرق اللقاء إلى المعاملة والرعاية الطبية التي يجدها المهربون لحين ترحيلهم لبلدانهم. أمر تهريب البشر والسودان واحدة من المنافذ والبوابات، يمكن الإرادة موجودة لدى الحكومة السودانية وعبرت عنها دائما في المساهمة في عبور الحدود، الهجرة غير الشرعية وأيضا تهريب البشر. والله السودان ده مشكلته مشكلة. يعني تهرب منه السلع إلى هذه الدول، وهو يهرب إلينا البشر كمان عشان يزيد أزماتنا. نعم. أصلا هي متفاقمة يعني. فنحن يعني أنا أفتكر المجهودات اللي بتتم دي مجهودات مهمة جدا، لأنه أصلا أي تهريب للبشر حتى لو عابر في النهاية وجوده هنا بيخلق لك أزمة وبيخلق لك مشاكل كبيرة جدا، ودي ما مشكلتنا نحن حقه تكون يعني 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 الكلام ده قال أكثر من مرة، وحقه احنا نكون المسألة دي فيها شايف الأمم المتحدة بتتحرك فيها، لكن حركتها بطيئة جدا في المسألة دي. دي مشكلة دولية يجب أن يساهم فيها المجتمع الدولي، ومش احنا نتحمل مسؤوليتها زي مشكلة اللاجئين في السودان. مشكلة اللاجئين اللي هي واحدة، يعني مشكلة اللاجئين ومشكلة تهريب البشر واحدة، أن احنا بنتحمل مسؤولية المجتمع الدولي، بنصرف على اللاجئين، بيقاسمون لقمتنا على معاش على صحة على كذا، المجتمع الدولي يتفرج فينا بيدينا فتاة يعني من المساعدات، وهو أصلا هو بيسخر أموال ضخمة جدا إذا كان الأمم المتحدة عندها أموال مخصصة للاجئين ولحمايتهم لإعاشتهم. في نفس الوقت تهريب البشر الدول بتتضرر منه، بدل ما تقعد تتكلم عنها فقط يعني يجب أن تساهم في أنه كيف يمكن أن نكافح مكافحة تهريب البشر بأي حال. أيضا نعاني يمكن صلاح في الجانب الاجتماعي من ظهور الظاهرة الغريبة على المجتمع السوداني، زيادة نسبة التعاطي في أمر المخدرات، أيضا كثير من الأمور معني بها هذا الوجود داخل السودان، جوانب سلبة كثيرة يمكن يتأثر منها. بالتأكيد طبعا، بالتأكيد انه اصلا هو ده مجتمع مختلف وثقافته مختلفة، فبيجيب معه بعدين الأزمة ذاتها بتخلي الناس واحيانا الحوجة بتخليه يضطر يمارس جرائم اخرى عشان يعيش وعشان يدخل دخل اخر وكده، لانه هو اصلا محاصر في معسكرات، او اذا تسرب حتى دائما بيكون عنده مشكله بتاعت انه يعيش، فبيضطر انه يستخدم، هو ما مضطر لكن المهم
بيدخل في عالم جريمة آخر كمان. إحنا غير إنه وجوده بيجيب لنا مشكلة مشاكل جديدة إذا خير بالتمام. في ذات الإطار نقرأ هولندا تؤكد دعمها للسودان في مكافحة الإرهاب. اختتمت اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وهولندا بالخرطوم بحضور مدير عام الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الهولندية وسفيرة هولندا بالخرطوم. وكشف السفير محمد عيسى إدام رئيس اللجنة من جانب السودان كشف عن اتفاق الجانبين على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والتجارية والعلمية والثقافية. وقال إدام أن الاجتماعات ناقشت جهود السودان في مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى تأمين الجانبين على أن السودان دولة مهمة ومحورية في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار. وأشار إلى أن هولندا أبدت دعمها للسودان في القضايا سابقة الذكر وتأكيدها على التعاون الاقتصادي مع السودان ودعمه في كافة المحافل. نقرأ في ذات الأمر ما الدعم الهولندي للسودان في مكافحة الإرهاب وأيضا هذه الجهود ما بين السودان ولجان يمكن مكافحة أو منع تهريب البشر في ضبط حدود الخرطوم. وهذا المطلوب إنه يعني المجتمع الدولي يجب أن يتعاون إذا كان مبادرة هولندية طيبة، لكن يعني يجب أن يتحرك كل المجتمع الدولي في هذا الأمر اللي هو بيهدده هو أكثر مما إحنا هدده يعني. في النهاية دي كلهم الهدف بتاعه السودان دولة عابرة ويريد أن يعبر إلى هناك، بيحمل معاه جرائمه والإرهاب وحاجاته دي كلها بتجي بتنتقل معه إلى هذه الدول. فأفضل له إنه أن يدعم هذا البرنامج للمكافحة. المكافحة ليست فقط عملا يعني إعلاميا، مكافحة إعلامية هي مكافحة بتحتاج إلى برامج وبتحتاج إلى دعم مالي، ولأنك أنت كيف يمكن أن تحول هذا الشخص الذي يمكن أن تحول إلى إرهابي إلى شخص منتج وشخص مسالم ويمكن أن يعمل. ده بيتم عبر برامج مدعومة يجب أن يساهم فيها المجتمع الدولي لهذه الدول التي تتحدث عن مكافحة الإرهاب. دعنا نقرأ أيضا الجانب الإيجابي في التأمين على التعاون الهولندي مع السودان في الأمر الاقتصادي والعلمي والثقافي. نعم، هو طبعا هولندا بالتحديد هي من أكثر الدول المتعاونة مع السودان منذ وقت مبكر يعني حتى أيام المقاطعة. نعم، كانت يعني بتتعاون مع السودان بشكل جيد، العلاقة جيدة جدا. أفتكر أنه في كثير من المشروعات اللي بتدعمها هولندا، البرامج المشتركة بين السودان و يعني أفتكر أنه أنا أذكر قبل سنوات سنة 2012 في أزمة في قمة المقاطعة تبنت مؤتمر بين القطاع الخاص وتبنت الحكومة الهولندية وبين القطاع الخاص والقطاع الخاص السوداني، وكان هذا برنامج ناجح جدا مشينا فيه أنا شكر الله. كان برنامج ناجح جدا ساهم في أنه خلق علاقة بين السودان وبين القطاعين، وقامت بعد مشروعات مشروعات كبيرة جدا قامت بسبب هذا اللقاء. فمن الوقت ذاك هي بتنظر للسودان نظرة مختلفة من الدول الغربية في مساعدة السودان، وده افتكر ده حاجة إيجابية نأمل إنها تستمر حتى في العمل الاجتماعي. الآن هولندا عندها شغل ممتاز جدا في السودان يعني. في ذات أمر الاستثمار وانفتاح السودان على الآخر في زيادة معدلات الاستثمار، نقرأ في صحيفة الوفاق شركة أمريكية ترغب في الاستثمار النفطي بالسودان. أبدت شركة آي كيو باور الأمريكية رغبتها في الاستثمار النفطي بالسودان والدخول في الاستثمار في مجال مصافي التكرير بنظام البوت وتمويل حقول النفط. والتقى وزير النفط والغاز دكتور عبد الرحمن عثمان عبد الرحمن وفد الشركة الأمريكية برئاسة شريف الحلوة، وبحث اللقاء الفرص المتاحة للاستثمار بالسودان في مجالي مصافي التكرير وتوسعتها وتمويل الدولة في الحقول المنتجة لمضاعفة الانتاج. وقدم الوفد نبذة تعريفية عن إمكانيات الشركة الفنية والمالية. نكتفي بهذا القدر من الخبر، ويمكن في كثير ما عبر وزير النفط عن أن الاستثمار في المجال النفطي في السودان مفتوح طالما كانت الشركات ذات مقدرة مالية يمكنها أن تقدم في المجال النفطي السوداني. أنا أفتكر أنه الإيقاع الأمريكي بالذات في الجانب الاقتصادي بطيء شوية. منذ أن رفعت العقوبات ما زلنا يعني نستقبل وفود
كلها بتتحدث عن الاستثمار في مجالات متعددة، في الزراعة، في النفط، في غيره. لكن لحد الآن يعني أنا ما شايف إنه في مشروع كبير من المشروعات التي يمكن أن نقول إنها مشروع استطاع أن يأتي بعد رفع العقوبات. الخبر في ظاهره إنه خبر جيد ومبشر جدا، لكن نأمل أن يكون في تنفيذ لهذه الاستثمارات التي سبقتها برضو وفود جات تتكلم عن الزراعة وتتكلم عن مجالات أخرى أمريكية جات تتكلم عن هذه. لكن دائما إحساس إحنا عندنا بأنه الإيقاع بطيء جدا الإيقاع الأمريكي، يعني وكأنك أنت رفعت الحظر وهو الحظر اقتصادي، لكن في الواقع لسه المشاكل ما زالت موجودة والتنفيذ بطيء جدا. القوانين التي تنظم نعم وجود المستثمر يمكن يعني هسه مثلا في التعامل البنكي بين السودان والدول العالم الأخرى ما زالت الحكاية بطيئة جدا في إيجاد مراصين وفي إيجاد حركة أموال سريعة بين السودان وبين الدول الأخرى، وكل هذه آثار المقاطعة الأمريكية. إلى ماذا نحتاج أستاذ صلاح يعني حتى لا يكون حديث يعني هذه الوفود الضخمة السودان أرض فرص يعني؟ نعم. لمسنا الجدية وحديث حتى المسؤولين في أمريكا، كثير من الاتفاقات ما بين السودان والدول الأخرى في مجال الاستثمار في مجالات مختلفة. هي بتحتاج لانه نحن ذاتنا نحن في السودان ذاته يقعنا يكون اقوى من كده، يعني احنا ما نقعد ننتظر كل الناس يجونا، المفروض تكون عندنا حركه اقوى من اللي احنا بنعملها دي. بالاضافه لانه يعني هو داير شغل سياسي وداير شغل اقتصادي في ذات الوقت، يعني الاثنين اذا بقوا مع بعض وتطابقوا بتقدر تحرك المجتمعات الاقتصادية والسياسية في إنها تدعم السودان بشكل أو آخر. وبالمناسبة يمكن الشرق متفاعل معنا عموما، الشرق متفاعل معنا أكثر من الغرب، أوروبا أحسن حالا، لكن أمريكا لحد هسه تقدم خطوة وترجع وتقدم خطوة، ما بعرف إلى متى يظل هذا الأمر، لكن عايز لها شغل سياسي أكبر. أمريكا السياسات فيها معنية بمزاج رئيسها دونالد ترامب. ننتقل إلى صحيفة الأهرام اليوم ونقرأ فيها: والي البحر الأحمر يتعرف على المشروعات الخدمية بحلايب. وقف والي البحر الأحمر علي أحمد حامد أمس الاثنين على سير العمل في مشروعات التنمية في محلية حلايب، كما تعرف على موقف الخدمات خاصة المتعلقة بالمياه والتعليم والصحة والكهرباء ومعاش الناس. واستمع حامد خلال لقائه معتمد المحلية عثمان السمري إلى تنوير وافي على المشروعات التي تم تنفيذها بجانب المشروعات التي هي قيد التنفيذ، والتي تشمل العمل في مسجد أوسيف العتيق ومشروع كهرباء حلايب. وأشار المعتمد إلى أن العمل في مشروع خلوة ومسجد العمدة النموذجية ومركز صحي أريد، فضلا عن مدرسة هيبوكان النصفية وعقبة إيس، بجانب مشروعات الداخليات التجمعية. وميز الأساتذة في مدينة أوسيف الحديث للسيد الوالي بأنه سيسير العمل في مشروعات المياه زيرو عطش وتركيب الطلمبات والطاقة الشمسية، مبينا أن المشروعات تسير بصورة ممتازة بالمحلية. وأوضح الوالي تعرفه على مسار العمل ومشروعات الإنتاج ومعاش الناس وكيفية تشغيل موقع إنزال الأسماك ومشروعات تمليك قوارب عدد 15 غارب صيد بتمويل من ديوان الزكاة وبنك الادخار. ويمكن الحديث عن محلية الحلايب هذا المثلث محل النزاع بين مصر والسودان وقضية تاريخية لم تحسم حتى الآن. نعم. زيارة والي البحر الأحمر بالتأكيد قراءة لما وراء هذه الزيارة والتعرف على المشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين السودانيين في مدينة أو محلية حلايب. والله أنا ما عايز أنظر لها من جانب الصراع، أنظر لها إنه على أساس إنها هي ده واجب على ولاية البحر الأحمر أن تقوم به. يعني أنا ما داير كمان المواطنين البحر الحلايب بيكونوا قاعدين كده بين البلدين وضايعين، يعني في واجب وطني يجب أن يقوم أن نهتم بخدماته وأن نهتم بمشاريع التنمية التي تقوم بارتخاب وتطوير المعيشة عندهم. يجب أن يكون عمل مستمر باعتبار أنه ده مواطن سوداني في موقع حساس لابد أن يشعر بالرضا، ويجب أن يحس حتى وطنه. إذا أنت عايز ينتمي فعلا لهذا الوطن يجب أن تقدم له من الخدمات ما يعني في دائما بيكون في كلام عن أنه والله أن إحنا
في خدمات اخرى تقدم على الجانب الاخر. طيب ده ما واجبك انت، انت اصلا انت الجانب الذي تستطيع ان تصل له يجب ان تقدم له من الخدمات ومشاريع التنميه التي يمكن ان ترضي المواطن في هذه المنطقه. ننتقل ونقرا في الاهرام اليوم ايضا الخرطوم والقاهره تبحثان كيفيه تنفيذ مشروعات التكامل. بحث وزير الدوله بوزاره الخارجيه السفير محمد عبد الله ادريس مع السفير المصري لدى الخرطوم أسامة شلتوت أهمية متابعة الجهود المتصلة لتفعيل آليات التعاون الثنائية في مختلف المجالات وكيفية تنفيذ مشروعات التكامل بين البلدين. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بالإنابة الوزير المفوض جعفر سومي بأن اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة تطرق إلى ضرورة التنسيق المشترك وتبادل الدعم في المنظمات الإقليمية والدولية، وأفاد أن الطرفين قد بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ومتابعة نتائج زيارة فخامة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى جمهورية مصر العربية. نبدأ من حيث انتهى الخبر، الزيارة يمكن للسيد الرئيس والمشاركة في يوم الأسرة المصرية ودعم الرئيس السيسي في الجولة الانتخابية في مصر. الحديث عن هذه الزيارة كان لها أثرها الإيجابي بالتأكيد، وعبرت بالضرورة عن مرحلة جديدة في العلاقات ما بين القاهرة والخرطوم. احنا ما يهمنا فيها انه يكون يبقى لا تكون تظاهرة سياسية فقط. نعم. لانه اصلا واحدة من المشكلات الازمات اللي بتحصل بين السودان ومصر انه احنا ما بنتابع. وبيكون الصوت العالي لما يحصل خلاف وتحصل تقاطعات. الذي لما تحصل حاجة إيجابية يجب أن نتابعها ويجب أن نعمل على تعزيزها. أصلا هو يعني ما في مجال غير هذه العلاقة بين البلدين، ما في مجال غيرها. احنا موجودين طالما أنه دولتين جارتين في كثير من المصالح المشتركة التي تجمعنا، وأن نبني علاقتنا على أساس المصالح المشتركة. إذا ما تابعنا ما اللي بيتم من اتفاقات تاني حتحصل نفس الخلافات هنا وهناك. أنا بتمنى إنه اللقاءات بين السفيرين اللي تمت دي هي التي يجب أن تستمر، واللجان الوزارية وغيرها من اتفاقات يجب أن تنفذ وتنفذ بالسرعة حتى يمكن أن تهدي الأحوال وأن تستمر هذه العلاقة إلى علاقة أقوى يستفيد منها المواطنين في البلدين. إذا يعني شير الزملاء بتناقص وقرب ختام زمن البرنامج، لذلك سأقرأ فقط العناوين ولك التعليق أستاذ صلاح. من أخبار اليوم، عقب زيارة وفد السفارة والمعونة الأمريكية للمنطقة زيارة مرتقبة لسفراء الاتحاد الأوروبي لمنطقة أبيي. أبيي ما زالت هي المنطقة يعني التي أزماتها مستمرة، لكن هذا حتى الآن لأنه الجنوب أصبح عنده مشكلات أكبر من أبيي. نتمنى انه نصل فيها الى اتفاق نهائي طالما انه ابيي، احنا مصرين طبعا انه ابيي سودانيه، وسنظل نعبر عن هذا الامر بكل الطرق الممكنه. من صحيفه الاخبار نقرا ملء البحيره والتشغيل على راس اجنده اجتماع سد النهضه بالخرطوم، ينعقد في ابريل ان شاء الله الايام المقبله. نعم، هو واضح انه الاتفاق بين الثلاثه دول ماشي في بشكل ايجابي، يعني نأمل أن يكون الاجتماع ده اجتماع حاسم لحسم كل الخلافات الهندسية، أصلا هي في النهاية كلها خلافات هندسية أو سياسية. من المجهر السياسي نقرأ نائب رئيس البرلمان يجب إعدام مسربي امتحان مادة الكيمياء في ميدان عام. تسريب مادة الكيمياء في امتحان، وطبعا دي واحدة من الحاجات الخطرة جدا أنك أنت أن تفقد الثقة في الامتحانات المهمة مهمة جدا. التسريب طبعا لم يحدث هذه ليست هذه المرة الأولى، لكن هذه المرة الإشاعات كانت أكبر من الكيمياء فقط، يعني الناس بتتكلم عن حتى مواد أخرى، لكن في النهاية نحن علينا أن نحقق في هذا الأمر بشكل حاسم جدا وجاد جدا، وتكون عقوبة صارمة جدا في هذا الأمر. لك الشكر أجزله الأستاذ صلاح عمر الشيخ الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، رافقتنا تحليلا في صحف ومطبوعات الخرطوم الصادرة هذا الصباح. مشاهدينا الكرام التحية لكم، تابعتونا في هذه الحلقة الإعادة في الساعة الواحدة بتوقيت السودان. حتى جديد الملتقى، تحياتي والفريق العامل، كونوا دوما في أمان الله.